مساء الخير، مساء النور. لو سمحت اكلم الدكتور. دكتور مع حضرتك، اتفضلي. متشكره جدا. بقول لحضرتك يا دكتور، مساء الخير اتفضلي. يا فندم. انا عندي واحده صاحبتي عندها اكتئاب تقريبا شبه رفض الحياه، يعني رفض اكل وشرب، ممكن تقعد بالعشر ايام ما تاكلش خالص، يا دوب تبل شفايفها وتاخد بق ميه وخلاص على كده. وانا مش سامع حضرتك قوي. ده بقول واحد عندها اكتئاب ورافضه الحياه وتقريبا ما بتاكلش وما بتشربش خالص. لمده 10 ايام ممكن ما تاكلش خالص، لمده هي 10 ايام. بتاخد ادويه للاكتئاب سنها وهي كام يا رافضه فندم؟ الادويه اصلا، سنها يعني كام؟ بيديها لها بالعافيه كده. الدكتور سنها بيسالك كام؟ سنها كام سنه؟ عندها 32 كام؟ وعندها 3 اولاد. كام سنة؟ عندها كام سنة؟ 32 اتنين وعندها وت... 3 اولاد. 32 وعندها 3 اولاد. ايوه جوزها موجود متزوجة؟ موجود وكل حاجة، بس هو بصراحة يعني مشاعره حادة جدا. تمام. طب ممكن اسألك عن حاجة بسيطة؟ ايوه يا فندم. الاكتئاب ده جالها في مرة من المرات بعد الولادة او قبل الولادة؟ هي طول عمرها خايفة وطول عمرها انطوائية جدا، ولما اتجوزت قفلت على حياتها جدا. طيب ففجأة اوكي. بعد ما خلفت البنت الثالثة، هي عندها ولدين وبنت، فتعبت يعني فجأة بتشتغل كده، يا فندم؟ مش عارفين، فجأة جالها هي اكتئاب، بتشتغل؟ جالها اكتئاب فجأة. ايوه هي بتشتغل؟ لا هي ست بيت. مش بتشتغل. لا طيب حاليا بتاخد ادويه للاكتئاب؟ ايوه بس بقالها هي قد ايه يا فندم؟ نعم، بقالها قد ايه؟ بقالها داخله في رابع سنة. 4 سنين بتاخد دواء؟ اه لا حول ولا قوه الا بالله. طيب هرد عليكي حالا. تمام. بس طيب هي بتقطعه شويه وترجع له تاني، من وبعدين نفسها؟ من من نفسها، نفسها. من غير دكتور. انا مشكلتي معاها انها يا دكتور بتقعد بال10 ايام فعلا ما تاكلش. تمام حاضر حاضر. متشكره ذوقك جدا. شكرا ليكي وربنا يخليكوا في بعض، حلوه الله قوي يخليك. الصداقه دي. شكرا. شكرا ليكي يا حبيبتي. الله يخليك. طيب نرجع بصي، مره يعني ثانيه. نفس القصه ونفس المعاناه اللي كتير من الناس بتعانيها. يا جماعه بعد اذنكم، الدواء في الطب النفسي ليس كل شيء. تمام. بعد اذنكم وما ينفعش نرجع له من غير طبيب، يعني مش هو كتبه لنا مره فيبقى مدى الحياه، يعني ده لا غلط يعني انت جدا. متخيله ان كتير من الناس تقول لك ده رحت للدكتور واداني الدواء ده وقال لي امشي عليه واشوفك بعد سنه. طبعا ده كلام فيك، يعني علميا هذا الكلام خاطئ تماما. المفروض ان كورس الدواء ده، الدواء في الطب النفسي وسيله وليس غايه. تمام. وسيله في حالات النيوروتيك اللي هي حالات العصاب، القلق والاكتئاب والوسواس والتوتر و و و، لكن غايه في حد ذاته يتاخد على مدى بعيد جدا في حالات السايكوتيك اللي عندها هلاوس وضلالات وكل حاجه من الحاجات دي. اما ان لم يصل الى حالات السايكوتيك اللي هي الهلاوس والضلالات، احنا مش محتاجين الكلام ده خالص. تمام. لكن محتاجين ممكن الدواء هنا يبقى سبورت، العامل المساعد ده بيخليكي تبقي موجوده عند الدكتور النفساني اقل. فمن فضلكم، مفيش حاجه اسمها انا باخد دواء طول العمر، مفيش حاجه اسمها كده. الدواء ده هو اللي بيساعد المعالج النفساني انه يخليكي احسن. تمام. وحاليا احنا بنعالج كل حالات الاكتئاب من غير ادويه اصلا. تمام. أصلاً. لا والمشكله كمان، ودي برضو بنواجهها كتير قوي يا دكتور، انه الدكتور النهارده كتب لي دواء، فانا قال لي امشي عليه شهر مثلا واشوفك، فانا خدته الشهر والتحت فما رحتش للدكتور، وبعدين لما جت لي الحاله تاني خدته من نفسي. بص هي برضو فدي مشكله كبيره معلش جدا. معلش احنا مش عايزين نلوم على الناس. يعني الشخص لما بيعيا، هل انا هلوم عليه ان هو مش عارف يعيا؟ لا طبعا. فيعني هل المفروض انه لما يعاني من اعراض الاكتئاب انا اعالج الاعراض ولا اعالج الاضطراب؟ لا اعالج الاعراض. طيب اهو الدواء هيعالج الاعراض. فلو لكن بطلت الدواء هتيجي الاعراض تاني، هتجي لك تاني، يعني نفس لانه القصه. الموضوع اساسا ما اتعالجش. المين دياجنوزس، تمام، المين ديسيز اللي هو الاصل بتاع الاضطراب بالظبط، ما حصلليش. انا ما بقتش انسايتد ايه اللي بيحصل لي. تمام. ما عرفتش ايه اللي بيجيب لي اكتئاب، ما عرفتش لما تجيني مشاعر الاكتئاب اعمل ايه، تعمل معاها ايه. هي لازم طبعا تروح لحد بتاع علاج نفسي. يعني تمام، لازم تروح لحد ليس... علاج طبعًا نفسي طبعًا. وخدي بالك ان وجودها 4 سنين بتاخد ادويه، ده بيخلي بعض البرامج البسيطه لا تجدي معاها. يعني تاخد وقت اطول برنامج مكثف. طبعا طبعا. طيب. لان هي ما بدأتش باكتئاب. انا لفت نظري حاجه في كلام المختص. خدت بالك هي بدأت بايه؟ اه هي بدأت بسوشيال فوبيا. اه بعض الناس اللي عندهم خوف اجتماعي او قلق اجتماعي، سوشيال انكزايتي، القلق الاجتماعي بيخلي العلاقات غير ممتده مع الناس وغير متصله. تمام. فبتاخد جنب وتنزوي. يعني يقول لك فلان ده منطوي. على فكره الانطواء مش مرض. الانطواء لا الانطواء سمه. تمام. لكن العزلة هي اللي مرض. يعني انا مثلا منطوي، قعديني مع كتاب 3 ايام مش عايز اشوف بني ادمين خالص، هل ده معناه ان انا مريض؟ لا خالص. الانطواء ان انا احسن العلاقات مع بعض الاشياء بخلاف البشر. تمام. يعني باقيم علاقة مع الكتب، باقيم علاقة مع امر ما مثلا.
لكن ده مش معناه ان يعني الانطواء مش معناه ان في سمه مرضيه، ولكن تمام. العزله هي اللي سمه مرضيه. طيب. الناس اللي عندها سوشيال انكزايتي او سوشيال فوبيا، خوف اجتماعي او قلق اجتماعي، دول بيكونوا عرضه لو ما قابلوش حد في حياتهم يشدهم لفوق او يزقهم لفوق، بيكونوا عرضه ان هم يصابوا بالاكتئاب. طيب. هي كمان لفت نظري قبل برضو ما نرجع لموضوعنا الاساسي، انها بتقول ان جزء ما هو ده اللي احنا بنقوله، مفيش حد بيزق، مش سبورت ليها بشكل كبير جدا، وانه بالعكس واخد يعني جانب سلبي بشكل اكبر. عارفه هل ده بيزيد من الحاله ويزيد من الاكتئاب اكتر واكتر؟ عارفه القلق العام اللي بنتكلم عنه النهارده، الجاد ده، الجنرال انكزايتي ديسوردر، ده بيبقى موجود عند شخص لفتره معينه، وبعدين يصاب باكثر الامراض او اكثر الاضطرابات قربا لشخصيته. تمام. يعني اللي عنده جنرال انكزايتي ديسوردر بيوسوس وبيكتئب وبيخاف وبيقلق وبيتوتر، لكن في حاجه فيهم هي اللي بتبقى الميجر اللي باينه قوي، بنسميها الكور بيليف. تمام. المعتقد الرئيسي. الكور ده بيبدا يلف عليه تمام كل الاعراض اللي احنا اتكلمنا عنها، بس في وقت معين هذا الكور هو اللي بيبدا يفرض سيطرته اكتر على حياه الشخص ومشاعره وافكاره.